نحكي فيها طبعا عن أيقونتين بحياة كل إنسان، الأم والمعلم. واليوم نحن عم نحتفي برمز العطاء بحياتنا، لازم نكون أيضا مع سيدة خاصة ومميزة جدا وتجربتها كبيرة، واليوم رح نتعرف عليها وبسرنا طبعا أنها هي تكون شريكة صباحنا لليوم. اليوم معنا أول نقيبة للمعلمين بسوريا، بدأت هي المهمة عام 1985 واستمرت فيها لعام 1989. وطبعا يا سلمى هي التجربة منحتها للسيدة اليوم قاعدة تربوية وانطلقت منها إلى إدارة الأعمال اللي درستها، بحيث دمجت ما بين ما نهلته من علوم التربية وإدارة الأعمال، فأنشأت مركز الأعمال الوطني الذي يقدم خدمات تدريبية علمية وتخصصية لدعم سوق العمل السوري بخبرات حديثة وبتطلب السوق اليوم، وهي بقية المربية التي تسعى إلى احتضان طاقات الشباب وتوظيفها لتنمية مجالات متنوعة وعن تجربة أيضا غنية. أكيد بده يسعدنا اليوم أنه نضمن صباحنا الخاص بأنه تكون معنا الدكتورة فريال رسلان، أول نقيبة للمعلمين في سوريا ورئيس مركز الأعمال الوطني. كل عام وأنت بخير وأهلا وسهلا فيك. شكرا لتقديمكم. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. بهالمناسبة بدي أقول للمعلمين للأمهات كل سنة وأنتم خير، كل أهلا سنة وأنتم فوق معنا، ما تتركون، الله يخلي أمهاتكم. أكيد عندكم أمهات، أكيد الله يخليهم، هيدا أهم شيء. وكل شيء موجود وعم يشوفنا على التلفزيون نقول لهم صباح الخير وكل سنة وانتم سالمين. ينعاد عليك ويسعد صباحك عن جديد. يعني يمكن حضرتك انت بوقت صعب كتير كانت السيدة فيه عم تثبت نفسها بالمجتمع، وقد هي قادرة انه هي تكون أم عاملة ومربية وبنفس الوقت صاحبة خبرة طويلة يعني بهذا المجال. حضرتك بدأتي وكنتي أول نقيبة للمعلمين بسوريا، اللقب بحد ذاته صعب وقليل لحتى نشوف سيدات إلى الآن، يعني من وقت ما كنتي حضرتك إلى الآن ما كتير نال هذا اللقب سيدات. خلينا نحكي عن هاي المكانة وهاي المهمة اللي أديتيها. وصولي لنقابة المعلمين ما كان عن عبث، يعني بلشت بالعمل النقابي، لسه كنت مديرة ثانوية ودخلت بالشبه النقابية، أمين شبه نقابية، بعدين انتقلت لفرع دمشق وأخذت عدة مكاتب فيه، وبعدين نقيب معلمين دمشق، بعدين انتخبت للمكتب التنفيذي انتخاب. كلها كانت عنا انتخابات وديمقراطية، يعني ما في تعيينات بالأخيرها، أما كانت كلها انتخابات. انتخبت بالمكتب التنفيذي نقابة معلمين، استلمت عدة مكاتب فيه سابقا، أخذت التربية، بعدين العلاقات الخارجية، بعدين التنظيم، بعدين نقيب معلمين. يعني ما أجيت هيك، يعني درجتي بكل المهام، دوري وهيك، يعني لا، كنت انا كنت دؤوبه. يعني وانت وقت بتحبي شغله بتغرم فيها بتلاقيها، المعلمين ما في افضل منهم. المعلم اذا كان متضايق بيجي لعندك بعد فتره بتعدي معه، بيعتذر، بيفهم الشغله ما عنده. اثنين المعلمين ما في، كاد المعلم ان يكون رسولا، ولا المعلمين رسل، ما فينا نقول الا هيك، هن رسل علم معرفة ثقافة. المعلم ما بس بيعلم، بربي بثقف، في عنده وبيعلم، ثلاث مهمات: التعليم والتربية والثقافة. لما بيقول لك خذي كتاب اقري، يعني عم يثقفك، لما بينصحك عم يربي، وبنفس الوقت عم يعطيك كتاب. او هلا تغير طبعا، صار في تكنولوجيا، بس بيبقى الكتاب شغلة تانية. انا بالنسبة الكتاب كتير مهم، لانه الكتاب هي الشغله اللي بتقدري تقريها، واذا نسيتي شيء بترجعي له. ما دائما بتعدني، التكنولوجيا كثير حلوه نعتمد عليها، بيبقى الكتاب شغل ثاني. فانا بنصح المعلمين يعني هالجيل يقرا، القراءه شغله غذاء للروح وللعقل ولكل شيء. يعني اليوم انسي فريال انت من مدام انسي، نحن قلت لي انسي بدنا نقول لك مس اليوم، هي انا جدي لاني اليوم اكيد انت معلمه بذاكره كثير طلاب، مثل ما نحن بجيلنا مثلا في معلمه هيك ضلت معلمه بذاكرتنا ومنحبها كثير من طريقه القائها للدرس وشرحه وتوضيحه لنا. اليوم من خلال مسيرتك انت كنقيبه للمعلمين وكنت معلمه بنفس الوقت،
كيف بتلخصي لنا مسيرتك بهاي الفترة؟ أنا بالبداية درست رياضة، كنت معلمة رياضة، وأنا عم بعلم رياضة درست جامعة، تخرجت من الجامعة. لما تخرجت من الجامعة أنا جوزت سنة أولى جامعة، طبعا كان جبت طبي ولد، وقفت حمل ليوم ما تخرجت من الجامعة. بس كنت مدير ثانوية، وضعت مدير الثانوية كانت بالرياضة، بتعرفي علاقة مرح وكذا وبطولات. أنا بتذكر بثانوية الشيخ بندر الله يرحمها المديرة، وقفت وجابت 10 كؤوس، قالت لي أول مرة مدرستها بتاخد 10 كؤوس. ووزعنا الكؤوس وميداليات، أنا طلبت منها ميداليات للطالبات، بس اتفاجأت كان جايبت لي ميدالية. قالت لهم شايفة كل شيء جايبت لهم، مدرستكم ما حكت شيء وهي رقدت فيكم. بس أنا بدون هي ما تعرف، أنا ما بحب هالشغلات، جبت لها ميدالية ولا لا أنا محتفظة فيها، إنه نحن جبنا بطولات. دائما بحب، دائما كنت أشتغل ذا بيست الأفضل، يعني شو بكون طالباتي. لذلك نشأت علاقات بيني وبينهم حلوة. بعدين بس خرجت من الجامعة صرت مدير الثانوية، يعني درست 6 شهور ورحت مدير الثانوية. كانت إدارة الثانوية ليس أمر سهل، بس أنا نشيطة رياضية، تعرف الرياضي نشيط متواضعة بساطة، هذا كله. رحت على الثانوية بمنطقة ركن الدين، ما كان الأمر سهل لأنه كان في جبال وكان في مزيج من المحافظات كلها، وكان في تفاوت طائفي، أنا كردية وهي شركسية وهي مدري من، بتعرفي هاي الأمور بين الطالبات، ما كانت أمر سهل وكان في فقر. وبالتالي قدرت أنا بوجودي سنوات المدرسة غير. هلأ في كتير يمكن يكونوا عم يسمعوني، أحد طالباتي صارت عضوة قيادة قطرية، الوحدة 3 4 10 صاروا طالبات جامعة، في منهم سافروا لبرا ورجعوا صديقاتي، في منهم هلأ بالسعودية أديبة بتراسلني دائما بتفرجيني كتاباتها وأنا سعيدة فيها. في الأخرى صديقة بتزوري دائما كثير بحبها، وأنا مثل أم إلها أحيانا بتستشيرني، هي بتحمي الأدب الفرنسي وبتحكي 6 لغات 6 بغير تتكلم الفرنسية باللهجات، يعني في لهجات بالفرنسية بتتكلمها. يعني حاليا هون موجودة بتدرس، فأنا كلهم بزوروني وصحابة الرياض صرنا صديقات. ما بقيت أنه أنا مديرة ولا معلمة، لا أنا صديقة لهم. طبعاً هذا رصيد. حضرتك دكتورة وأستاذة كبيرة بنفتخر فيك، ولكن شوي هيك رجعتك شوي بالزمن لورا للطلاب يلي كانوا يقولوا لك أنسة، ولحد هلأ معلمة فيهم، يعني أكيد شأنك كبير ودكتورة، بس يعني هدول طلابك كانوا هيك مثل أولادك، بيشوفوكي بيضل هيك براسهم الأنسة في ريال، الأنسة في ريال. صحيح، أنت عم تدافع عن حالك، أنا قلت الأنسة. برافو. لا حلو حلو، انا بحب النقاش. ايه طبعا، اكيد انه هيك يعني نحن لحد هلا مزروعه بذاكرتنا كلمه الانسه، كلمه انسه انا سعيده فيها، انا بحبها كثير. ما في احلى من التعليم، هذا التعليم تواصل، تعليم تواصل دائم، بتعرفي على الناس بتشوفيها بالسعوديه. انا بدي احكي لكم حادثه صارت عنا في صبيه، كان صف عاشر او كذا ما بتذكر، يعني السنه اللي هي فيها هاي الصبية، رسبت أول سنة مشان اللغة العربية. السنة الثانية إجينا لقيناها بدها ترسب، هاي لها خالة مرت أب، فأنا جبت مدرسة اللغة العربية وترجيتها إنه هاي إذا ما أعطيناها علامات ورجعناها خلص راحت. أمنا وفعلا هالصبية جبناها فهمناها وإنها لبك درسي رح ننجحك، بس على شرط. بتعرفي شو صارت؟ مدرسة لغة عربية. شوفوا تساعدي الناس، يعني اكيد اكيد. فأنا يعني هذا بتدلي على علاقاتك، يعني حلو انا بكون ماشي بالطريق، حتى زملائي بنقابه المعلمين بالشعب النقابيه وكذا بكون انا ماشي لانسه، انسه من هذا من لانسه. هاي العلاقات اللي بتخلق اصلا بين خليني اقول المعلمه اللي هي بمثابه الام وكل الكادر اللي موجود، ان كان الكادر التعليمي وان كان ابنائهم الطلاب. نحن لهيك بنقول دائما لما بنحكي عن وزارة التربية والتعليم بنقول هي تربية بالبداية قبل ما تكون تعليم، لأنه هي
البيت الثاني اللي بيدخل عليه ابنائنا مو بس امهم بتربيهم، مدرستهم بتربيهم، للاسف هلا صارت في يمكن شويه صعوبات بهذا الجيل مع ثوره التكنولوجيا. ولكن مع هيك بدي ارجع لتجربتك الشخصيه. حضرتك ما بس كنت متميزه وسيده قائده بالمسار التربوي، انت اخذتي تجربتك الشخصيه ان كان بالاداره اللي درستيها والتربيه، وعملتي مؤسسة تعنى بالشباب وبالجانب الثقافي للشباب والتربوي، والمركز الوطني للأعمال، وهو مشروع مهم جدا. خلينا نحكي عن هذا المشروع شوي، فكرته كيف بدأت وأهمية هذا المشروع أيضا. أنا بدي أحط فيه نقطة فاصلة بس. تفضلي. أنا يوم ما تركت نقابة معلمين استقلت. استقلت، قلت أنا أعطيت كثير حاجتي، غيرت. استقلت وقعدت درست من أول جديد. أنت اخترتي أنه تاخدي مجال تاني أبداً، رحت لمجال تاني، درست بزنس وفتحت مكتب. هالمكتب كان مختص بالموارد البشرية ومختص بالتدريب. كنت بالموارد البشرية درب ووظف، وظف داخل سوريا وخارج سوريا، وعلى لأني أخذت شهادة بالبزنس كنت وكيل شركات. ضليت هيك لـ 2012. بال 2012 وقف شغلي. طيب انا ست ما بقدر اقعد بدون شغل، قعدت فتره وبعدين فكرت اعمل شيء، قلت بفتح مركز. يعني رجعت لجزوري للتعليم. المركز كان تسميته مركز الاعمال الوطني، مو سهل. صحيح. يوم انا اخترت الاسم بتعرف كان في اعتراض، وقت رحت عم بدي رخصه وطلع اسمه، شو مركز الاعمال الوطني هذا الاسم للحكومه للدوله؟ قلت له لا، شو انا مواطنه؟ وبعدين انا هذا الوطن قلنا كلنا بنسميه مركز الاعمال، اصريت سميته مركز الاعمال الوطني. الشغله الثانيه كان الهدف انه هالجيل بالحرب، بلشت الحرب، شو باحتياجاته؟ دائما شعارنا لازم يكون المجتمع شو بحاجه؟ انا ما بقدر بالحرب تعملي دورات اللي بدك اياها، بدك شو بحاجه؟ كان بحاجه لشغله اساسيه اللي هي الدفاع المدني. الإسعافات الأولية، أنتم بتعرفوا كانت القذائف عم تجي على مدينة دمشق، وفي ناس عم تموت، في ناس ما عم تعرف تنقذ. فأول ما تبنيت صور الشرطة، رحت على وزير الداخلية قلت له بدي أدرب الكوادر اللي عندها. جبت كوادر مجاني، هذا عم نحكي هذا كله تدريب مجاني ما في شيء، جبت كوادر الشرطة ودربتها بالكامل على الإسعافات الأولية وبعض نقاط المهارات التمريضية. قديش هذا الشيء مهم اليوم؟ نحن يعني عم نخوض هيك يمكن موضوع مهم جدا، ولكن كمان بنفس الوقت ما فينا ننسى دور هذا كله اللي انت اشتغلتي فيه، في من جواتك مو بس معلمة، في أم كانت عم تقود هذا الشيء. واليوم بدي أرجع مثل ما قلت بالبداية، تحية للأم السورية ولكل أمهات الشهداء يلي بفضلهم نحن اليوم مستمرين وقادرين نعيش حياتنا. صح نحن عايشين بأمان، بس ما ننسى التضحيات اللي وصلتنا أكيد لهون. صحيح يا عفاف؟ صحيح سلمى، وأكيد بدنا ننوه شوي على حياتك الشخصية سيدة فريال. كيف اليوم قدرتي تخلقي هذا التوازن بين تحقيقك لكثير مشاريع وملامستك لقضايا جدا مهمة وحساسة عند الشباب؟ حياتك هون اليوم قد ايه في مشاريع ممكن حققتيها ولسه بتطمحي تحققي شيء منها، او في اهداف لسه بدك اياها؟ هيك بقولك. شوفي انا ام اكيد لما جبت ابني وكنت سنه اولى جامعه، بعدها تزوجت سنه اولى جامعه وجبت ابني، ما كان سهل انه انا تابع دراستي وبنفس الوقت خلال متابعه الدراسه انا ربي، ف ونجحت فيها. يعني انا بتذكر كنت حط ابني هون وماسك الكتاب وانا عم بعمل له هيك، حتى وقت نقام ننام ونحطه بالتخت يضل انا عم بعمل هيك ركبي، لانه انا احس انه كانه لسه ابني معي. طبعا تعباتهم بس صار لي ظروف انا يمكن قد يكون احسن من غيرها. كان عندي ام حنينه كثير ساعدتني بتربيه اولادي، هي الام شفتك، هي امي. صحيح صحيح، مثل بقيه الامهات بشوفك مشغوله تعبانه وهي قادره هي بتساعدك باولادك. هذا خلاني كمل دراستي وساعدني بتربيه اولادي. دائما الاسره هي الداعم، يعني يا بتخلي انسان يتقدم بحياته يا صحيح. اكيد. ونحن اليوم يعني ما يعني هيك من اول ما قرينا بالحلقه انه حضرتك معنا، نحن فخورين انه انت تكوني معنا اليوم شاركتينا هالصباح. نتمنى اكيد طبعا نحن اليوم عم نعرض نماذج مختلفه للام
بكل مجالاتها وايضا للمعلم. بدنا نتشكر وجودك معنا. شكراً. وحضرتك قلتي انت تيتا. انا اكيد جدي لا عندي 5 حفيدات وحفيد. ما شاء الله الله يخلي لك اياهم وتشوفي اولادهم كمان. الله يسلمكم ويخليكم وهيك انت كمان هيك اشوفكم منورين دائما. شكرا. وعم تعطوا للبلد وعم تعطوا اهلكم. اكيد كمان وخلي لكم امهاتكم. امين يا رب. وجداتكم كمان. امين. بدنا نتمنى لك هيك المزيد من التقدم والنجاح. تسلم. وكل عام وانت بالف خير. تسلموا. تسلم. شكرا لك. سرقناك اليوم شوي من العائله لحتى نشارك مع اكيد كل السوريين هي التجربه الفريده. شكرا لك. شكرا لكم. شكرا لكم.